طلع في دماغي نروق شوية، عدي عليك وتنزل لي. وحياة أغلى حاجة عندك يا شيخ، كنت تعرف إن كل ورقة ليها شكل مختلف؟ بص 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 بص، رقم واحد دولار واحد دي الشكل ده، رقم خمسة الورقة اللي بخمسة دولار دي ليها شكل مختلف، بص 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 ال10 شكل مختلف، بص ال20 شكل تاني خالص، ال50 ال100. طب خد 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 خد، كنت تعرف إن الوحيدة، استنى اللي بالك كده، الوحيدة اللي 5 دولار فيها لون بينك؟ بص 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 اللون ده اهو بينك اهو، الوحيده اللي مختلفه. وحياة أمي أنا لسه عارف إن كل واحد ليه شكل، أهو أهو. وأنا جاي النهاردة أحكي لك قصتي في السعي وراء أول دولار. الفلوس دي اللي انت شفتها دي كانت اول قبض ليا من الموقع بتاعي اونلاين. انا كنت دايما اسمع الناس تتفرج على فيديوهات، يعني بيقولوا انا قبضت دولار، انا مش عارف ايه، هاو تو ميك ماني اون، مش عارف ايه كل الكلام ده. انا اصلا بشتغل ويب ديفلوبر وبحب الويب سايتس جدا، فانا قلت ليه ما ابداش فعلا اعمل ويب سايت ليا يبدا يعني يدخل لي فلوس زي ما الناس دي. انا هجرب، انا كده كده هجرب. بص، اصعب حاجه في الموضوع ده هو اول دولار. اول دولار الصراحه صعب. ليه؟ لان هو الحقيقه بيبدا بسنت اتنين، يعني بتبدا تندع كده. فانا كنت متضايق جدا ان ازاي، يعني ازاي انا عامل ويب سايت كبير ودافع وبتاع وليه سنت يعني. فرحت لواحد صاحبي قال لي ايه، احنا كلنا بنبدا كده يا هيثم. صبرت بصراحه، والسنت بقى اتنين، مره اتنين، مره تلاته. بعد ما جوجل بتفهم ان الويب سايت بتاعك مثلا يعني ما بيقعش، انت محطوط على هوستنج محترم، الكلام ده بتبدأ تعتمد عليك وبتبدأ ترشحك لعملاء اكتر، وبيبدأ ترشحك لبلاد اكتر، لان كل بلد ليها اعلانات، والاعلانات بفلوس اقل فلوس اكتر. يعني مثلا في اعلان ممكن يديلك فعلا سنت، وفي اعلان يديلك دولار، في اعلان يديلك 3 سنت، وفي اعلان ينزل لك 3 دولار. انا بصراحة كنت مبسوط جدا وعايز بقى اقبض اول دولار. لقيت جوجل كاتبة على الويب سايت بتاعها لا، احنا بنستنى 100 دولار وبعدين نحولها لك. فبصراحة فضلت مستني اول 100 دولار دي تيجي، وطلعت الفلوس اللي انت شايفها دي. والفلوس دي على فكرة شهرية، انت لو بتزود مقالات اكتر هي هترشحك اكتر، ولو نزلت بلغات مختلفة هترشحك لبلاد اكتر، وبلاد اكتر يعني فلوس اكتر، يعني قبض اكتر يعني دولار اكتر، وهكذا تمشي بقى القصة. بس اصعب حتة هو الحصول على اول دولار كامل كامل، لانه بيبدأ زي ما قلت لك بسنت اتنين تلاتة وهكذا. بص، لو عندك اي سؤال في الحتة دي او في الويب سايتس عموما اكتب في التعليقات، ولو عايز تعمل زي خش على الصفحة اختار تصميم، انا بنزل تصميمات كل يوم تديلك افكار كتيرة. انا هسيبك دلوقتي تتفرج على التصميمات عشان بفكر في حاجة مش عارف اقولك عليها ولا لأ.